I call أعطي الكلمة إلى الإمارات العربية المتحدة. أود أن أمارس حق بلادي في الرد على ما جاء في مداخلة الزميل من وفد إيران. تؤكد بلادي أن جزرها الثلاث طنب الكبرى والطنب الصغرى وأبو موسى في الخليج العربي هي جزء لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، ونرفض بشكل قاطع استمرار الاحتلال الإيراني للجزر والتي لا يوجد لها أي أساس، وسنستمر في دعوة إيران للاستجابة بشكل إيجابي لدعوتنا بالتوصل لتسوية سلمية لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عن طريق التفاوض المباشر أو من خلال اللجوء لمحكمة العدل الدولية. وشكراً.